الله الله والله وصار منك يا مبروكة، بدك تقعمزي حاطة رجل على رجل. ما هو سيدنا الباشا ربي يطولنا في عمره قال يا مبروكة نبيك ديما مستريحة، وردي بالك ما زالت تعبي رواحتك في خدمة الحوش، نبيك تعيشي مدليلة زي الليلات اللي في السرايا بالضبط. تعرفي من كتر دلالة هلية لين قريب يطبح علي المدللة مش مبروكة. صار منك وبدأت تتكلمي من راس خشمك. مازال شريتي يا للا زهرة؟ آه قصدي زهرة، ما وانتي مش محسوبة من للات أصلاً، خديمة ومحضية للباشا وبس. نسيتي يا مبروكة لما خشتي السرايا هادي عقاب خديمة جربة ما عندكش ما تلبسي ولا تاكلي، ودخلتك حوشي وقربتك مني وأكلتك أحلى ماكلة ولبستك أنظف لبس وعاملتك كيف أختي بالضبط، ولما حصلتي الفرصة وصلتي في الباشا نسيتي الخير هذا كله يا بنت الوصول. أنا ما نسيت الشي، أنت اللي متحسسة مني وحسستيني إن الباشا قربني منه. ومنو اللي عارفك على الباشا مش أنا؟ والله أنا ما ضربتش سيدنا الباشا على إيده وقلت له نعجب بيه. لوين تبي توصلي يا مبروكة بالضبط؟ لوين نبي نوصل شي ما يخصكش يا عزيزتي. وهي بالسلامة دو. آه حقا نسيت، الباشا اليوم بيجي يسهر عندي، الصبح قالي خاطره يسمع صوتي. استحشى تستحشى العافية يا ربي. شن رايك مدامك فاضية فاضية ما وراك شي غير قاعدة بين الأربع حيوط هادو بروحك، لا في لمن يشوف فيك ولا من يسأل عليك، شن رايك تجي تخدم علينا وتشدي بوتيلة شراب تشوفي طلباتي وطلبات الباشا؟ ها شن رايك؟